السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي تعمل تايم لاين على برنامج فيزيو. اقول له نيو واجي هنا اختار التايم لاين، او ممكن تكتب هنا تايم لاين. بيقول لي اختار شكل من الاشكال اللي موجودة. طيب خلاص اخترنا مثلا الشكل دوت. كل خانة من دول هتلاقي فيها المعلومات بتاعتها، يعني لو جيت هنا وقلت له انا عايز الداتا اللي موجودة، هتلاقي هنا الشيت داتا، ده البلوك، ده البرسنت كومبليت، الستارت، الفينش. الستارت هو من 1/1. طيب خلينا نجي هنا واعملها 31/12. طبعا انا مكتوبها بشكل امريكي. طيب خلي بالك انا هغيرها لحاجه مثلا شهر مايو. لاحظت اللي حصل فجوه هي موجوده. طيب تقدر دوت تيجي تمده كده، هو اوتوماتيك برضه هيعدل التاريخ بحيث انه يبقى 14 مايو، او تيجي تعدل، تيجي تعمل سيلكت عليه هنا وتعدل الستارت داتا والفينش داتا زي ما انت عايز، وده برضه تقدر تعدل زي ما انت عايز بحيث ان التوريث تبقى بتكمل بعض بالشكل دوت. وتقدر تجي من هنا الداتا وتقول له كويك امبورت. لو انت عندك الداتا دي موجوده في ملف اكسل تقدر تقول له كاستم امبورت، تختار الخانات، تروح على الخانات، وتقدر تعمل انسيرت ليجنت لو انت عامل ليجنت للعنصر اللي عندك. وهنا التايم لاين تقدر تعدل فيه شكل الفورمات والاعدادات بتاعتك.